خرشبيبة مصلحة السكوي. ملا منتخب عليك يا تونس، يقبل بونتويت، يقبل لعب ويقبل إصابات بالكورونا. ربي يلطف في الملعبية، أما كاينو أوميكرون هذا ساكن مع المنتخب في الأوتيل وانت تلفت تسمع بوزيتيف. وإحنا غدوة عنا ماتش مع غامبيا ولازمنا حل، المنتخب لازم يترشح مرتاح. اليوم حبيت نسأل الشباب شنو لازمنا نعمله في ظل هالنقص متاع الملعبية، وإحنا حق من 2004 عنا نقص في الملعبية وهو جاء أوميكرون حتى البصمة متاعه. هترانا بديو مع علي شنو نعمله الكوب دافريك بتضيع يا وديع. بي علي، انت سمعت المنتخب وكل تكورن تقريبا، شنو هو الحل؟ الحل نأجلوا المقابلة. نجموش خلطوا عبيد هكا؟ خلطوا عبيد كورجي اخرين، معناها اللي ما انتدبوهمش يرجع نجيبوهم، اللي ما عيطولهمش نعيطولهم. معناها انا ما نظنش الحل هذي نجم يمشي، خاطر مادام وصل هو عايط لذوك ما نلقاهم عندهم كاباسيتي نتاع لعب خير من الاخرين. معناها الاخرين ما نجموش يكونوا مؤهلين باش يلعبوا غاديك. معناها الحل انها تتأجل المباراة. تأجيل ما راه ماهوش مطروح، الكاف ما تخممش هكا. وصحيح ما عندناش بدلاء، خاطر التشكيله اللي اختارها سي وديع سامحوني، التشكيله اللي اختارها سي منذر الكبير اختارهم بالكعبه، خير لاعبي تونس. ما نصورش اللي ما مشاوش معناه خير من اللي مشاو. هو الناخب الوطني شنو خدمته؟ يهز النخبه، وانتم ما تعرفوا ملا نخبه عليك يا تونس. هتسال ترى بشير بالك عنده حل، قولي بشير ايش عملنا وجي مليح. ماتش غدوه الحل يحاول يشوف معناه انهم البوستويات معناه اللي فيهم جواريتهم كورنين وكل شيء، يحاول يطلع الجواريت اللي يستحقهم. معناه عندهم شونس اكثر باش يعاودوا جواريت هذوك. معناه عادي ديرون بلاسون من تونس، عادي ديرون بلاسون. بلي شكون اللي يبيك تو؟ عباد عامله بوز جواريت لهم مده مرتاحين، واحنا ما مزهرين عادي يمشيوا لغاديك وكي ياخذوا يطلعوا بوزيتيف. هو فما حل راه، نشوفوا مثلا شحال جواريت ناقصين ونكلموا موريتانيا تعوضن. خيوف الكورونا عطاونا حوت، كم عطينا جواري؟ وين في موريتانيا بالحق معناها دولة شقيقة، هاو حوت، هاو عطاونا 3 بوان في البطولة العربية، عطاونا 3 بوان في كأس أفريقيا، كمل عطينا شوية جواري وخلينا نكملوا نلعبوا، وكي ننزلوا كوب دافريك والله يجيو يصوروا معنا كيف في الكوب هذا بليش. ترى على خاطر كان ترشحنا وجونا به باش نستحقوا ملعبية هكا ولا هكا. ترى خلينا نسأل محمد أمين، أعطيني حل مزيان وشباب. ما تكملش، انا من رايي زيدك يعملوها، يعني زيدك بداو فيها اصلا كوب دافريك. هاي زيدك بداو فيها عليه دار، خاطر ديجا نبهتهم هي الفيفا في بالي، نبهتهم قلت لهم زيد فيها سيح و ايتو في بالي هاك زيد على كان اجلوها خير. لا 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 سامحني، احنا ما يهمناش هذه لا فيفا لا شيء، نلعب واحنا معاك يا سامويل ايتو، واحنا ديما قدام. وتو الفيفا معناها قلب على فريق برشا، ما عندنا ما نجدو باش نكملوا نلعبوا لين كل منتخب يبقى له جوار واحد، ندوروها كاس افريقيا للتنس يدي مكملين ماناش مروحين. اما محمد امين تو مثلا حس الى ما في الصدور، ما عندناش حل اخر، التاجيل ليه والماتش غدوه. احنا هكا هذاك عندنا طرح غدوه جوارات ناقصين، دونك شنو الحل؟ نلعبوا باللي عندنا، ان شاء الله ربي معنا. هكا هكا نلعب غدوه ضد غامبيا بتكتيك اللي حضر يزازي، كان لازم نهبطوا الكبير لعبوا جول ولا ليه ليه لعبوا مهاجم او كطيح قدر المدافعين والحراس. اما راهو الموضوع خطير، وهو اخيرا فما شكون عطاني حل سحري. الحل يجينا من عند واعد اللي هو شاب واعد. تراه قل لي غدوه تونس وغامبيا شنو نعملوا؟ نظن انا فما شكون ملقحين يعني ما قلقش برشا، نجموا يلعبوا يلعبوا كيكا مرضى عادي يعني نجم تصير ولدي ما شلقوش معناها هي نجموا كان ينجموا يلعبوا يلعبوا شنو المشكل؟ هيك كتفي ذو معناها عادي انت بتعدي يلعبوا بالماسك متعدي عرفت كيف بتعدي على رومبو عم روحك مريتوش عم روحك مريتوش ماشي وحويجه مثلا اللي شاد اللابوراتوار غاديك وكاتب تحاليل سلبيه ولا مثلا هبطوا جوالات المرضى يلعبوا. اما مثلا نحلفوا لهم اللي احنا مانيش نقلبوا الجوالات الاخرين فهم في الكورنريت او كنعملوا تباعد مثلا ما نطلعوش معاهم ولا بالطبيعه مثلا نلبسوا بافيتي كورو بها وكل درجين نعملوا بوز نتاع تعقيم. هي تونس غدوة ماتش تونس غامبيا أكيد باش يكون صعيب، أما تونس برجالة وإن شاء الله مربوحة. ملاحظة لكل اللاعبين، غدوة بالله كيتمركيو وما تبداوش تعايروا فينا وما تبداوش تمشيو للكاميرا وتعملوا فك الفازات هذيك، اكبروا وربي معاكم. خرش بيبا مصلحتي السكوي.